مرحبا بكم في وصفة جديدة. الوصفة ديال اليوم هتكون عبارة على مائدة عشاء أو لغوتي لمتنوعة واللي هتعجب درجة أولى العيالات اللي خدامات، يعني ما عندهمش الوقت باش يوجدوا العشاء ولا غوتي متنوع لهم ولوليداتهم. فهاد الفيديو هذه هتعجبهم بزاف. اول حاجه هنبداو بها هو هنعجنوا واحد الخبيزات اللي هنديروهم بالزرارع، هما نفس الخبز اللي المعتمد عندي اللي ساهل ما فيه لا دليك لا والو، غير الفرق بين هذا وبين هذاك اللي دايره في الفيديو اللي من قبل، هذاك دايره الكومبلي يعني الدقيق الكامل مع الفرص، هذا هندير الدقيق الكامل مع إلان. كيف ما كتعرفوا الدقيق إلان مفيد للعظام ومفيد لوليداتنا، فاش كتدخلوه ليهم هكا في الخبز كياكلوه بلا ما كيحسوش بالمذاق ديالو ما والو. هنا كيف بعد ما عجنت العجينه ديالي ما طولتش فيكم في هذا الخبز حيت ديجا دايره فيديو عليه، كنخليه يخمر على جنب وكندوز باش نصاوب الوصفه الثانيه اللي هي بيتزات. هنصاوبهم بالخبز بنفس الخبز اللي عندي ديجا، غير هو هندير عليهم الحشوه يعني الفلفله والبصله اللي خضرين، يعني ما هنطيبهم ما نسطيهم ما والو، ولكن راه ما كيبانش الفرق بين حيت كتدخلوهم الفران كيضربهم داك الصهد ديال الفران، من بعد فاش كتاكلوهم ما كيبانش داكشي نيء بزاف. اول حاجه كنديروها كنقطعوا الخبيزات ديالنا على النص، هذه واحد الطريقه يعني كتسرع، يعني وليداتكم كيبغيو البيتزا كيحماقوا عليها نتوما تهيتوها، يعني بلا ما تفكروا باللي راه خصكم تعجنوا العجينه هو الاول باش تصاوبوا البيتزا ديالكم، هذه واحد الطريقه كتسهل عليكم المأموريه. كتكونوا ديجا موجدين لاصوص طوماط، يعني كندهنوا الخبيزات ديالنا بلاصوص طوماط اللي عندنا ديجا، وكنكونوا موجدين مقطعين الفليفله ديالنا ومقطعين البصيله ديالنا. هو اللي ما كيبغيهاش خضراء واخا راه زعما الا جربتوها راه ما تولي وما تشحروش لا بصله لا فلفله، غير هو اللي ما كيبغيهاش ممكن يدوزها في شويه ديال الزويته ولا شويه زبيده عادي يديرها فوق البيتزا ديالو. انا هذا غير باش نختصروا الوقت، يعني دغيا كتوجدي دي بيتزا عامرين بالحشوه وكلشي بلا ما كتضيعيش الوقت، يعني كاع تقدري ترجعي من الخدمه ودغيا توجدي هاد المسائل. خصك يكون عندك غير الخبز واجد ديجا ولا صوص طوماط واجده وهانتي كلشي عندك واجد. هنا درت الفرماج ديالي على لاصوص طوماط باش يشد ليا الحشوه من الفوق، ممكن تستعملوا الموتزاريلا اللي عندكم، انا هنا استعملت غير الفرماج الاحمر. عاد هنزيد الفلفله ديالنا، عندي هنا فلفله ملونه، من بعد ما درت الفلفله هندير عليها البصله مقطعاها غير طريفات صغيرين مشلضاها صغيره بزاف. ممكن في هاد الوصفه الا ما عندكمش معطون ديروا صدر ديال لاداند او الكفته، غير هو الا كنتو هديروهم خص طيبوهم هو الاول عاد زيدوهم من فوق البيتزا ديالكم. انا هنا استعملت الطون، كندير الطون ديالي فوق من البيتزا وكندير الفرماج من الفوق. هنا دائما كنستعمل هنا غير الفرماج الاحمر هو اللي كنتوفر عندي، نتوما اي فرماج عندكم. هنا من بعد ما كملت البيتزا ديالي دخلتها الفران غير يدوب الفرماج اللي عليها وكنخرجوها. كيف ما كتلاحظوا هنا العجينه ديالي خمرات، الزرارع ديالي حطيتهم على جنب، هنستعمل هنا زريه الكتان البافو والزريعه القرعه الحمراء. اي زريعه عندكم ممكن تستعملوها، ممكن تستعملوا الجنجلان ممكن تستعملوا الشوفان، اي حاجه متوفره عندكم ممكن تستعملوها باش كتبدلوا شويه المنظر ديال الخبز كيجي مختلف. كندهن يدي ديما بشويه ديال الماء وكنخلطوا العجين ديالنا مزيان وكنبداو نديروا خبيزات ونحاولوا نبدلوا لهم شويه الشكل، هنديروهم هذه المره شويه طوال بحال شكل كوميرات وهبدا نفندو في الزرارع اللي عندنا حتى نكملوهم. ها هما الخبيزات ديالي من بعد ما درتهم في الزرارع اللي عندي، ما باش نطول لكم في هاد المرحله ديال الخبز حيت ديجا دايره فيديو على هاد الخبز. كندخلوهم الفران ديالي يطيبوا ويتحمروا ونخرجهم.
فهاد الاثناء البيتزا ديالي صافي دا فيها الفخوماج، ها هي توجدات كيف ما كتلاحظوا، راه كتجي زوينه. وغنجربوها وعلى ضمانتي. هنا عندو نصوب الزيتون على طريقتي، يعني بدل ما نحطو زبيتنات هكا في طبيصلات وندوزو بهم الخبيز ديالنا، انا كنفضل نبدل شي شويه الوصفه. عندي هنا نص كيلو ديال الزيتون خضر، هنزيد معاه جوج فرماجات كيري وجوج تويمات، ونص كيلو ديال الزيتون كحل حتى هو جوج تويمات، وعندنا كاس ديال زيت العود، شويه الملحه، شويه البصل. بالنسبه لكل نوع زيت ديال الزيتون هندير معاه كاس ديال زيت العود. هنبدا بالزيتون الخضر، هنديرو في الكاس ديال المولينكس ديالنا، هنزيدو عليه كيف ما قلت جوج كيريات، جوج تومات، جوج فصات ديال الثوم، كاس ديال زيت العود، شويه ديال الملحه اللي ما باش قام يديرها، حيت ديجا الزيتون كيكون مالح وفخوماج كيكون مالح، وشويه ديال البزار. وصدقوني باللي هاد الخليط هذا راه كيجي رائع ملي كتوجدوه كطحنوا الزيتون، كيجي زوين. كدهنوا به الخبز ديالكم كتاكلوه، ممكن تدهنوا به الخبز وتعمروا به بحال شكل ساندويتشات للدراري، كيجي بنين. اولا تستعملوا معلقه منه في الحشوات اللي كديروا، كيجي بنين ورائع جدا. هو راه كيستعملوه كاع في الفنادق الفخمه، وفاش كيستعملوا هذا النوع ديال الزيتون المطحون. وطريقه مغايره باش تحطوا الزيتون ديالكم فوق الطبله. هنا درت شويه ديال البزار، غنمشي نطحن الزيتون ديالي ونرجع معكم. ها هو الزيتون خضر من بعد ما طحناه كيف كيولي. الا بغيتوه يكون عاقد شويه على هكا، ما كديروش كاس كامل ديال زيت العود، كديروا غير نص كاس. غير انا كيعجبني المذاق ديال زيت العود يكون باين، داكشي علاش كندير كاس كامل. بالنسبه للزيتون كحل نفس الطريقه، جوج تومات، شويه الملحه، شويه البزار وزيت العود. ما درتش فيه هو الفرماج، اختياري، بغيتو ديروا حتى هو فيه الفرماج، كيعجبكم المذاق ديال الفرماج كتزيدوا فيه حتى هو. ها هو حتى هو من بعد ما طحنتو كيجي على هذا الشكل. كنديروهم في قريعات ديال الدجاج، وكيبدا يدارو في الثلاجه قسم ما بغيناهم كنخرجوهم وكنستعملوهم. ها نتوما الخبز ديالنا فاش طاب كيجي رطيط بمفشفش من الداخل، وما دلكناه ما والو. وهذاك الزيتون ديالنا الخضر والكحل كيجي على هذا الشكل. الخبز ديالنا كنقطعوه طريفات بحال الفقاس كيف ما كتشوفوا، ولا بحال شكل الطوست، وكندهنوا به، كندهنوه من الفوق بالزيتون اللي استعمل. ها هي الطبله ديالنا وجدات، كنتمنى تعجبكم، كنتمنى تجربوا هاد الوصفات اللي عطيت لكم. انا هنا زدت لا سوب ديال العدس، وبالصحه والراحه.